اديني فتحت لكم الحياة اللي وصلت، هنشرحها لكم واحدة واحدة. طبعا احنا قبل كده دي جبناها وقلنا ان لها سرعات وكده، يعني اطلع حالكم على ما نصور فيديو الحياة ما تقدرش تطلع من مكانها ابدا. بصوا دي اول سرعة ليها، دي عاملة زي الموس يعني حادة جدا، بس تشيل الكفر اللي عليها اللي هنا. ونشوفوا الحاجات اللي جاية وراها، مش جاية بس على كده، جاية أدواتها وراها زي ما انتوا شايفين، قطرة عشان لو انا هتطرف فتتلبط لها. وعندكم الأدوات بتاعتها اللي هي الأمشاط التانية، ودي اللي بتشحن بيها عشان هي بتشحن يعني. بعد كده عندنا الموبايل اللي هو موبايل سامسونج، طبعا دي شهادة الضمان بتاعة الموبايل، هو حد يفتكرها شهادة يعني بتاعة الجامعات تسلموا بها كمان ولا حاجة، دي شهادة الضمان بتاعة سامسونج. فأنتوا هتفتحوا كده، نوريكم الموبايل من جوه، احنا جبناه قبل كده وشرحنا عليها، وطبعا كل حاجة معروفة. دقيقة بس نجيب بالكم نحلف ما يطلع. بس طبعا حاجة شيك جدا زي ما انتم شايفينها كده، مش هنشغلها غير لا هنشغلها عند صاحبي الراجل اللي طالبها مني. وبعد كده عندنا السماعات، سماعة رأس دي زي ما بيقول، يا سماعة جا الرأس دي السماعة ممكن تحطها على ودنك تسمع بيها، وممكن تحطها على رقبتك تخنق نفسك بيها، فحسب ما انت حابب استخدامك يعني. بتشحن لها وسط شحن من جوه، وبتحط لها كارت لو انت ملاحظ، تحط لها كارت هنا. وعندنا كمان ان هي بتشتغل بلوتوز، يعني مش شرط تجيب لها الحبل اللي تحطها هنا عشان توصلها بدماغك، لا انت بلوتوز وتعلق وتوطي وكل حاجة من على الجنب هنا عندك، يعني تكة كده بس. سامعين؟ بس ده بالنسبة للحاجات اللي وصلت، ادينا شقلبناهم عشانكم.